انا لسه طالع من المستشفى اهو، بصوا المستشفى، طلعت من المستشفى اهو، والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة، خدت اتنشيت عين جامدة خالص، والله العظيم ثلاثة. انا رايح، فانا ببعت رسالة للشيخ بن زايد طال عمرك، يا شيخ بن زايد طال عمرك، يا شيخ بن زايد طال عمرك، ربنا يزيدك والنبي، تبقى تبني لنا شوية مستشفيات على شوية مدارس، احنا بنموت، ابننا نريح فين؟ ابني لنا شوية مدارس، شوية مستشفيات، زهقنا كباري، واخد بالك انت؟ وبعدين ايه؟ شايف تبني لنا شوية مستشفيات، دي المستشفيات الحكومة يا شيخ بن زايد زي اللي عندنا في مصر بالظبط. عايزين شوية مستشفيات يا شيخ بن زايد طال عمرك، ربنا يزيدك من نعيمه. وبعدين أنا تعبت بصراحة عشان الهبر، يقول لك هدينا هبرة وما تديناش هبرة، فأنا بشكرك جدا، زهق يعني، زهقنا منتجعات سياحية، زهقنا منتجعات سياحية، نخش دورة المية، حتى دورة، وعايزين ايه؟ ويعملولنا كمان، ويعملولنا مراحيض كمان في الشوارع، عشان ايه؟ الناس بقت ايه بتعملها على بعضها، ده هنا. نخش يعملولنا بقى ايه؟ يعملوا لنا دورة مياه كده نظيفة كده، عشان احنا ايه تعبانين قوي، تعبانين بنديها في الشوارع. اخي يعني يابا متشكرين قوي. هم بعدين عمالين يهبروا فينا. انا بقى ايه، انا راح اتمشى، الشمس حلوة جميلة. يعني